الخوات، السلام عليكم، بخير؟ كيف بقيتو؟ كي دايرين مع الحاجه؟ ايوا نتمنوا كل شيء يكون على خير وبخير دائما دائما دائما. هانتوما الاخوات، هاد النهار بغيت نشكل شويه ليكيش، غادي كيش بلي زيبينار. لي زيبينار فورتهم وقطعتهم، ها هما عندي هنا واحد جوج بصلات، بصله خضريه من الاحسن، بصله خضريه اللي كتذوب دغيا جوج. عندي شويه د الملحه، شويه د البزار، عندي ثلاثه د البيضات هنا، لا كريم فريش اللي ما توفرلوش لا كريم فريش، القشطه الطريه يقبط واحد ثلاثه د الكيريات، ثلاثه وحتى لاربعه كاع، ويديرو مع شويه د الحليب ويمعسهم ويخفقهم مزيان مزيان، حتى هذا كيعوض لا كريم فريش، ماشي مشكله حيت فيه الفرماج. هنايا عندي شويه د الموزاريلا وشويه د الفرماج مخلطين. اول حاجه هادو سميتهم لي طارتوليت، لي فون د ليكيش، ما عليناش. هانتوما البصله غادي نديرها، وغادي نزيد عليها شويه د الملحه والبزار، غادي يهبطوا في المقله، انا غادي نوريكم، وغادي نزيد عليهم لي زيبينار حتى تحمر. هانتوما الاخوات، البصيله ديالنا درتها فوق العافيه، تكون العافيه شويه، ماشي مجهده بزاف باش ما تحرقش، ودرت لها شويه الزيت البلديه باش تهبط، خاصها تحمر شويه، ماشي تولي بزاف محمره، مي تهبط بزاف بزاف، نزيدو عليها لي زيبينار، نرجعو ان شاء الله من بعد. هانتوما الاخوات، رجعنا، البصيله هبطات وزدت عليها لي زيبينار. اوات غادي نضربو البيض، انا داك ثلاثه د البيضات هاني كنديرهم هنايا تنضربهم، باش غنزيد عليهم القشطه الطريه او كيري مع شويه د الحليب كما قلنا. شي مرات من شي مواد ما كتوفرش في الدار، او انسان عنده صعوبه باش يخرج، يمكن له يقضي بالواجد وبالحاجه اللي يعرف يقدر يخلطها وتجي زوينه. هانتوما بهذا الشكل هكا، هانتوما راني زدت كلشي الخليط. الا قديتو ذوقو ذوقو، ولا ما قديتوش مع رمضان ديروا عينكم ميزانكم، راه صعيب الحال الانسان اليوم باش يقدر يذوق. هانتوما دابا غادي نقبط هذيك لي زيبينار مع البصيله اللي تحمرات، خليوا لي زيبينار شويه مع البصله تشحر، غير شويه ماشي بزاف، ديجا راها طايبه. هانتوما فوالا، اذا غنخلطوا هذا الخليط. هانتوما الاخوات، انا كندير لهم الفرماج، غادي ندخلهم الفرن حتى يخرجوا ان شاء الله، ونوريك الشكل النهائي ديالهم. كنحاولوا نقادو ما تعطلوهمش بزاف، باسكو البيض باقي ما طابش، باش هذا عندي الصينيه مايله شويه، مي ما عليهش، غنحاولوا هادو. يلا الخوت نرجعو من بعد. الاخوات احنا رجعنا من جديد، هذه الكيش ديالي ها هما دوجدو، تبارك الله شو كي كيجيو رائعين، ما نقولكمش جربوهم، غادي تشهاوهم بزاف بزاف، ان لي زيبينار فيها مواد مزيان للجسم وفيتامينات، جربوهم غادي تشهاوهم ويعجبوكم، غادي نقول لكم بالصحه والراحه ان شاء الله.